قال له غريب صراحه، وانا بعتبره بلغه الكره فاروق راجل، اللي هو ياسر ابراهيم. وده يمكن انا بعتبره ياسر يعني على يعني دايما كده حقيقه. لا هو راجل جدا، وانا بقول لك دلوقتي لا افضل مدافع موجود حاليا في منتخب في مصر. لا مدافع راجل بيراقب بيتكلم بشكل كويس كور العرض. طب ليه ما قلتش المره دي محمد عبد المنعم؟ لا محمد خلاص بقى عادي، تحس ان في انسجام وفي كيمياء بين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم يا فاروق، بتلاقي فاهمين بعض زي ما كنا بنلعب انا وعمرو او سمير كمونه او بيلعب مشير، بيبقى في بالنظره ان انت بتفهم لعيب، فتحس ان انت وهم دول امل مصر بامانه. يعني انت محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم لا اتنين ما شاء الله عليهم، ومن وراهم مصطفى شوبير اللي انت كنت برضه بتثنى عليه. هو اول مباراه كان الناس خايفه، الناس كانت متخوفه ان هو ما يقديش بشكل جيد، وده اللي احنا كنا بنقوله للنادي الاهلي ان انت محتاج جون مع الشناوي، وما تستناش الظروف لما تحصل اصابه للشناوي. زي ما انا بقول لك النادي النهارده ازاي انت هتدي كريم الدبيس امتى؟ علي معلول لازم بقاله فتره بعيد عن مستواه، لازم تدي لكريم الدبيسي، لازم تشوف حل لامام عاشور. امام عاشور انت مش ابو تريكه ولا انت، هل انت تقدر تستنى على علي معلول؟ لا لازم تبقى في يا فاروق، لازم يبقى في بدائل زي ما بدال. لا لازم تديله امتى وعلي معلول موجود؟ لا مش قصدي، طب انت مستني اما يحصل نفس اصابه الشناوي عشان تعتمد على مصطفى شوبير؟ ما هو لو اتعور هتجيب كريم الدبيسي. لا في ماتشات، في ماتشات لازم اديله فيها. عايز اقول لك على حاجه، بص النادي الاهلي خليني اروح النقطه هسالكم فيها، بس في حاجه فاروق، ان انت انسحاب النادي الاهلي كنت ممكن تلعب في الرابطه كاس الرابطه، كنت يعني ما انا بقول لك كنت ممكن تدي اللعيبه اللي ما بتشاركش هنا دلوقتي انت